بعد ما صحيت من رحلة نوم عميقة في النوم، حسيت بحد بيخبط في دراعي. جسمي كان وجعني جدا وحاسس اني مشلول في مكاني. بصيت حواليا، ما كنتش عارف اشوف حاجة. ضلمة مسيطرة على المكان من حواليا، حتى مناخيري ما كنتش عارف اتنفس منها كويس. ده في حاجة محطوطة فيها وسد نفسي. لما جيت امد ايدي على مناخيري علشان اشيل الحاجة دي، لقيت نفسي متكتف بقماش. الرعب دب جوايا وحاولت ابعد عن دماغي اللي شاكك فيه، وحاولت مرة في التانية وقدرت اقطع القماش اللي كان فوقي. بعدها رفعت جسمي لفوق شوية وشلت اللي كان في مناخيري، وقدرت بصعوبة اقوم واتحرك حواليا بس ببطء شديد. كنت شايف حاجة خالص ولا قادر اميز انا فين، بس جسمي كان عريان كله وكنت ماشي حافي على الارض. لكن فجأة وانا ماشي دست برجلي على حاجة كانت ناشفة شوية، وبسببها حسيت بألم شديد في رجلي كأن كهربا قوية مسكت فيها. صرخت بصوت عالي ولقيت صوتي خرج بصعوبة وكان مكتوم، كأني ما اتكلمتش بقالي سنين. ومع صراخي المكان اتهز من حواليا جامد، ولقيت في ايد بتشدني من رجلي. بعد ما الايد دي شدتني من رجلي، سمعت صوت حد بيقول بصوت عالي، بصيت حواليا وفضلت الف جسمي وانا مش شايف اللي بيعمل الصوت ده. والصوت فضل يتكرر، سكت خالص لانه واضح ان في حد معايا وعايزني اسكت. طب انا فين ومين اللي معايا ده؟ انا بجد مش عارف. وعلشان كده جمعت شجاعتي وسألت بصوت واطي وبكل أدب، مين معايا؟ طب أنا آسف لإزعاج حضرتك، بس ممكن تعرفني أنا فين وليه مش شايف؟ وأنا تعاميت طيب؟ ساعدني بالله عليك، أنا رجلي وجعتني من الحصى والطوب والرملة اللي أنا واقف عليهم، ممكن تديني شبشب طيب أمشي بيه؟ وياريتني ما قلت كده، لأن وقتها سمعت صوت رجلين تقيلة على الأرض بتقرب مني. صوت عرفت منه إن في شخص ضخم جاي ناحيتي. وفي ثواني لقيت ألم قوي على وشي، وبعدها سمعت صوت تخين بيقول، المدافن ليها حرمة، والحرمة تجوز على الحي والميت. يعني ايه؟ سكت خالص وما بقتش عارف اتكلم ولا اعمل اي حاجة. انا فضلت واقف في مكاني، وبرغم ان وقتها كنا في شهر يناير يعني في عز الشتاء، الا ان المكان اللي كنت فيه كان مكتوم والجو بشع. جسمي فضل يعرق عرق كتير، كان جوايا مليون سؤال بس خايف أتكلم. شوية ولقيت الرجلين التقيلة دي بعدت عني، ومع بعدها سمعت صوت جسمي بينام على الأرض اللي أنا واقف عليها. هديت شوية ومشيت بالراحة للناحية التانية بعيد عن الجسم أو الشخص الغريب اللي كلمني وما كنتش فاهم منه حاجة. ده كلش عمال يقول لي هش هش، بس من غير أي مقدمات. لقيت صوت طفل بيعيط جنبي، ووقت عياته كان عمال يقول، ماما انت فين؟ اترددت جوايا اسئله كتير، بس لا، انا لا يمكن اتضرب تاني بالقلم على وشي، انما مش للدرجه دي، ده طفل برضه. وعلشان هو طفل اتشجعت وقربت منه وقلت له، تعالى حبيبي تعالى اقف جنبي ما تخافش. اول ما قلت كده الطفل سكت خالص، والمكان بقى هادي بشكل رهيب. ندهت تاني بصوت واطي، حبيبي انت رحت فين؟ طمني عليك، انت كويس؟ جسمي كله اترعش لما لقيت ألم أقوى من الأول نازل تاني على وشي. وقعت على الأرض
كنت خايف وبعيط، عيطت بحرقة زي الأطفال لكن من غير صوت. ومع عياطي فضلت ثابت في مكاني، كنت بتمنى من ربنا أفهم أنا فين. عدى عليا وقت طويل، ما كنتش عارف الساعة كام، بس فجأة شفت إضاءة خفيفة جاية من السقف بتاع المكان، ولما دققت أكتر عرفت إن ده نور الصبح. واضح إن دلوقتي الفجر. قربت من الفتحة الصغيرة قوي اللي داخل منها النور، اتنفست شوية هوا ساقعين أرطب بيهم على صدري، وفي لحظة سمعت صوت رجلين ماشية فوقي. لو سمحت، لو سمحت أرجوك الحقني، أنا محبوس هنا، لو سمحت. الرجلين اللي كانت بتقرب مني وقفت في مكانها، واضح إن صاحبها خاف أو قلق. فكررت كلامي بس بصوت أعلى، لو سمحت خرجني من هنا، أنا ما عملتش حاجة، لو سمحت. وقتها سمعت صوت واحد بيتكلم بلكنة صعيدي، يا راجع طين بطين، هما الميتين بجاليهم صوته بيتكلموا زينا، يا نهار أسود يا نهار أسود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نجينا يا رب. شبيت وندهت عليه من تاني، يا عم يابا أنا مش جن ولا شيطان، أنا إنسان ومحبوس هنا، بالله عليك خرجني، خرجني يا عم أنا كده هموت. صوت الرجلين قرب مني، ومع قربه لقيت الراجل مسك حاجة تقيلة وقال لي بصوت عالي، ارجع لورا بسرعة. بعدت عن المكان اللي كنت واقف فيه، والراجل اللي فوق فضل يحفر جامد لدرجة إن فيه تراب كتير وقعوا جوه المكان. ومع الضوء اللي دخل عرفت أنا فين، أنا كنت مدفون متكفن جوه عين أو أوضة من أوض المدافن. لما الراجل خلص حفر مد إيده ليا وشدني لفوق، وبسرعة أول ما شافني جري على أوضة كانت ناحية اليمين، وجاب منها جلبية لونها أسود كانت ريحتها عرق جامد، بس ما باليد حيلة لازم ألبسها. سترت نفسي بيها وما كنتش قادر أمشي. لقيت الراجل ده واللي كان بالمناسبة طويل وعريض وباين عليه الصحة وتقريبا في الأربعينات، شالني بإيده الاتنين ودخلني جوه الأوضة بتاعته. أنا ما كنتش قادر أمشي. أوضة كانت صغيرة وضيقة، فيها سرير وبطانية فوقيه. قعدت على السرير وهو راح عمل لي شاي سخن وجاب لي أكل. أكلت حاجة بسيطة وشربت الشاي، ووقت ما كنت بشربه سألني، أنت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. طب وانت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مت ورجعت للدنيا من تاني ولا ايه اللي حصل؟ فكرت شوية في الأحداث الأخيرة من حياتي، وساعتها عرفت السبب اللي خلاني اجي هنا. بس لا، ما كانش ينفع اتكلم، لا السبب كان خطير وممكن يوديني في 60 داهية. وعلشان كده بعد سرحاني وسكوتي لثواني قليلة قلت له، أنا مريض سكر، واضح إن جات لي غيبوبة سكر وافتكروني مت، بس أنا كان مغمى عليا. الراجل قرب مني وبصلي بتركيز، وبعدها ضحك وقال لي، استنى استنى، أنت الدكتور مدحت الصالح اللي اسمك زي المغني المشهور؟ أنت اللي لسه جاي من كام شهر واشتغلت في المستشفى في قريتنا، قرية بني مر؟ أيوه أنت، وانت كمان اللي ساعدتني بالفلوس لما مرتي كانت عيانة وبتموت ووفرتلي علاج ببلاش. سبحان الله، ربنا حطيني في طريقك علشان اردلك الخير اللي بتعمله مع الناس يا دكتور. انا عمك صلاح حارس المدافن، انت مش فاكرني ولا ايه؟ دققت شوية في ملامحه، كانت عيني مزغللة وتعبانة ومش قادر افتكره بصراحة، لاني بشوف ناس كتيرة كل يوم في المستشفى. اتنهدت وبعد تفكير قلت له، سامحني مش فاكر. انت فوق راسي يا دكتور، ريح ونام، ولما تصحى انا هرجعك بيتك صاخ سليم، انت الحمد لله ما فاكش حاجة. غمضت عيني وحسيت اني مطمن من كلام الراجل ده معايا، وبمجرد ما غمضت نمت لان جسمي كان خلاص مش قادر. ولما صحيت تقريبا كانت الساعة 7 بالليل، وقتها لقيت عم صلاح راح جاب لي تاكسي وسألني عن عنوان بيتي ورجعني، وبعد ما رجعني رفض انه ياخد مني اي فلوس، لا وكمان طلعني شقتي وجاب لي سندوتشات فول وطعمية من مطعم تحت البيت
وقتها حرفين كنت هموت من الجوع، وعلشان كده بمجرد ما طلعت أكلت، وبعدها دخلت خدت شاور ونمت تاني. عد عليا يوم في التاني بعد ما رجعت من المدافن وربنا كتب لي عمر جديد، وبعد تفكير طويل قوي لقيت إن لازم الحقيقة تبان، واللي غلط لازم يتحاسب مهما كان قوي وجبروت، كلهم لازم يدفعوا تمن رميتي في المدافن بالشكل ده. ومن هنا ويومها لما كانت الساعة 7 بالليل لبست بدلتي بعد ما حلقت وركبت تاكسي ورحت مشوار كان لازم يحصل من فترة كبيرة، بس لحد ما أوصل ولأن المشوار هيطول خلوني أعرفكم أنا مين وإيه اللي وصلني لكده، وبعدها نكمل المشوار سوا. أنا الدكتور مدحت الصالح، عندي 27 سنة، لسه متخرج من جامعة القاهرة كلية الطب البشري تخصص تشريح، وزي أي قصة تقليدية بتحصل للدكاترة بعد ما يخلصوا، الوزارة انتدبتني دكتور تشريح في مستشفى جوه مكان نائي اسمه قرية بني مر في محافظة أسيوط. هي سنة صعبة بس بتعدي بالطول ولا بالعرض. أنا كنت عايش لوحدي بعد موت أبويا وأمي في منطقة حدائق المعادي، عندي شقة كده صغيرة إيجار قديم بس هو أحسن من مفيش. ظروفي المادية مش أحسن حاجة، وعلشان كده أنا نويت إن بعد التخرج هسافر واشتغل برا علشان أكون نفسي وحقق اللي بتمناه بحق وحقيقي، يكون معايا فلوس وأقدر أتجوز وأفتح بيت. بس علشان ده يحصل كان لازم أقضي السنة بتاعت التكليف دي على خير. لما رحت قرية بني مر ما كنتش متضايق ولا زعلان خالص، خاصة كمان لأني لما عرفت تكليفي فين كلمت دكتور رشدي السيد، وده كان صاحب أبويا الله يرحمه وشغال في وزارة الصحة في محافظة أسيوط. حقيقي مش عارف منصبه عبارة عن إيه، بس هو حد تقيل جدا هناك، وعن طريق منصبه وصى عليا مدير المستشفى دكتور عادل محمد اللي استقبلني وعرفني على الدكاترة والمكان هناك وطبيعة الشغل، وكمان عرفني على سكن الأطباء اللي هقعد فيه وعلى الأوضة اللي هيبتدي فيها شغلي التشريح. بصراحة الدنيا هناك كانت كويسة، وزارة الصحة بذلة جهد كبير. المكان مش فندق 5 نجوم بس نضيف وفيه كل الحاجات اللي هحتاجها في شغلي، ده غير ان سكن الأطباء كان نضيف والسراير والأكل كويسين جدا. بس المستشفى زي ما كانت كويسة كانت مريبة شوية، يعني في رقابة شديدة جدا على الدكاترة والممرضين والعمال، الحركة محسوبة، الكاميرات بتتراجع كل يوم من مدير المستشفى، مفيش كلمة بتتقال إلا بإذن وحساب، الحضور والانصراف بحساب، وطبعا مفيش أجازات إلا للمواقف الطارئة جدا. على فكرة أنا بحب النظام قوي ومش متضايق من كل الإجراءات دي، بس الغريبة إن الناس هناك كانت بتخاف وتتحاشى تتكلم معايا. بيحبوني وبيساعدوني في أي حاجة، ولكن إلا إننا نتكلم في تاريخ وحكايات المستشفى، وده اللي شككني وخلاني أحس إن في حاجة غريبة ومريبة وغلط بتحصل، بس أنا مش عارف هي إيه. محاولتش أشغل بالي كتير علشان السنة دي تعدي على خير، أنا بس كنت كل يوم بشرح الجثث اللي جاية في حوادث وقتل وسرقة واغتصاب وكل البلاوي الزرقاء اللي تخطر على بالكم، وديني عايش. بس بالمناسبة أنا ما كانتش بتحصلي حاجات غريبة من الجثث زي ما بتشوفه في الأفلام وبتسمعه في القصص، كل دي تخاريف وده اللي أنا كنت مقتنع بيه لحد ما حصل معايا اللي حصل، اللي هو إيه؟ هقول لكم. يوم كنت سهران في المشرحة قاعد شغال على جثة بتاعت شاب مراهق كده عنده 17 سنة، كان سايق توك توك وشغال عليه، طلع عليه 2 بلطجية سرقوا منه التوك توك وقتلوه بالمطوة في قلبه. ولأن أنا بصراحة ما بحبش الصمت اللي في المكان، وساعة كانت 7 بالليل يعني الرجل خفيفة والدنيا هدوء، فكنت بشغل محطة راديو شهيرة قوي وبسمع البرامج والأغاني بتاعتها باستمتاع. حطيت جثة المراهق ده قدامي على طاولة التشريح وجبت المشرط وفتحت صدره على شكل حرف تي، وبدأت أشيل الطبقات الصفراء اللي فيها الدهون. طبعا الريحة كانت صعبة بس أنا متعود عليها، ولكن فجأة وأنا شغال لقيت الموبايل بتاعي وقع على الأرض. سبت اللي في ايدي ورحت للموبايل، ولكن للأسف الشاشة بتاعته اتكسرت. بصراحة أنا ما كنتش فاهم هو وقع ازاي من فوق المكتب، يعني
مستحيل يقع إلا لو المكتب نفسه وقع أو حد زقه، وهو ده اللي وصلت له. في حد زق الموبايل بتاعي. مشيت شوية في المشرحة اللي كانت واسعة وكبيرة مليانة تلاجات موتى ناحية اليمين والشمال. بصيت على الباب بتاعها اللي كان كبير وضخم. الباب كان مقفول ومفيش حد، حتى الطرقة بره فاضية ومضلمة. رجعت تاني لطاولة التشريح وأنا متضايق بصراحة، علشان أنا مش معايا فلوس أصلح الموبايل. لكن الغريب إني لما رجعت لقيت فيه دم على الأرض والطاولة، والدم ده كان نازل من الجثة. طيب ليه أنا بقول لكم ده غريب؟ لأن الجثة دي ميتة ومحطوطة في التلاجة بقالها 3 أيام، وده علشان التحقيقات لحد ما جالنا الإذن بالتشريح. وبعد الإذن المفروض إننا بنبعت تقرير الطب الشرعي بتاعنا ونقول إذا كان في سبب تاني للموت غير ضربة المطوة ولا لأ. يعني من الآخر مستحيل ينزل دم أساسا مهما حصل. وقتها بصيت قصادي كده وقلت لنفسي واضح كده إنها ليلة من هيلة. بعد كده رحت جبت فوطة كبيرة ونشفت بيها الدم اللي في الأرض واللي على الطاولة، ومسكت المشرط بتاعي وكملت شغل. ولكن لفت نظري إن الجثة زي ما يكون بتتنفس. خفت جدا، قربت وداني من صدره شوية ولقيته بيتحرك حركة على خفيف قوي. قلت يمكن عايش، بس ايه الغباوة دي؟ عايش ازاي يعني؟ مستحيل، ده بقاله 3 ايام في التلاجة. لكن انا هعمل اللي عليا. حطيت ايدي على رقبة الجثة وفضلت مستني اشوف النبض، والطبيعي انه ما كانش فيه نبض خالص. لكن اللي رعبني بجد اني لقيت الجثة نزلت ايديها الشمال من فوق الترابيزة وبقت مدلدلة وشوية وهتخبط في الارض. ازاي اتحركت بالشكل الغريب ده انا مش عارف. رفعت ايدي ورجعتها مكانها وقلت هكمل بقى واللي يحصل يحصل. بس فجأة لقيت النور بتاع المكان فصل. مخدتش بالي بقى من نفسي غير وانا بجري بعيد وبهرب من باب المشرحة وطلعت بره. فضلت اجري زي المجنون لحد ما خرجت من المبنى كله، ومع خروجي لقيت خميس بتاع الامن. في ايه؟ مالك يا دكتور؟ خميس، هو النور بيقطع زي دلوقتي ولا دي اول مرة تحصل؟ بصلي وهو بيدخن سيجارته بشراهة شديدة وقال لي لا دكتور دي أول مرة، بس ما تجلكش دلوقتي هيشغلوا المولد، المهم إنك كويس وما فكش حاجة، روح بقى أكمل شغل. أنا مش مستنيك تقولي أكمل شغل يعني. خلي بالك يا خميس، أنا ما بحبش أخد أوامر من حد، تمام؟ ضحك وقال لي بعينين اللي لونها أحمر من كتر الحشيش عيب عليك يا دكتور، انا بس خايف عليك وعلى شغلك، لكن ما اقدرش امورك خالص، انت فوق راسي. ما ردتش عليه وكنت لسه هسيبه وامشي، لكن لقيت عمال كتير جايين من بوابه المستشفى الرئيسيه وداخلين ومعاهم عربيات نقل وجواها طوب وزلط ورمله. استغربت وبصيت ناحيه خميس وسالته هما دول جايين ليه. ما يخصنيش يا دكتور. طلعت من جيبي 50 جنيه واديتها له، فرح بيها قوي وقال لي كده يخصني يا غالي، دول جايين علشان المبنى بتاع العيادات الخارجية، أصل المبنى عايز تجهيزات وهيترمم فيه شوية حاجات. كلام خميس كان غريب قوي، مبنى العيادات ده أنضف مبنى في المستشفى كلها وما فيهوش حاجة ناقصة. الكلام اللي بيقوله ده مش منطقي خالص. فضلت واقف ساكت وببص على العمال لحد ما لقيتهم فجأة بدأوا يحطوا حاجتهم عند المبنى بتاع العيادات الخارجية فعلا. ومش هما وبس، ده كان في عمال تانيين بيطلعوا الكراسي والترابيزات والأجهزة البرة علشان العمال تبدأ شغل. ومع نظراتي لقيت خميس ضحك وقال لي بسنانه الصفرة دي صدقتني يا دكتور، عيب عليك، أنا مقدرش أقولك معلومة غلط خالص. بصيت له بقرف وسبته ومشيت لأن النور كان جه. دخلت المشرحة وقربت من الجثة ياها دي بخوف،
وخلصت شغلي أوام أوام ودخلتها التلاجة. رحت للحمام، غسلت إيدي ووشي وغيرت هدومي، وبعدها خدت بعضي ورحت على مكتب مدير المستشفى دكتور عادل محمد علشان طبعا أسلمه التقرير الطبي. لما وصلت المكتب خبطت، وبعدها دخلت وسلمت عليه. كان راجل جنتل قوي في نفسه، لابس بدلة ونضارة وباين عليه الغنى يعني، وبيحط برفيم غالي. مكتبه نظيف جدا، فيه تكييف وتلاجة على غير باقي بقى المكاتب بتاعت المسؤولين بتاعت المستشفى. مكاتبهم بصراحة على قدها، وبصراحة أنا مش عارف مرتبه المحدود ده بيخليه إزاي يصرف على نفسه ويجهز مكتبه كده، بس يلا أنا ماليش دعوة. المهم سلمت عليه وقلت له: إزيك يا دكتور، أنا آسف لو بزعجك معايا، اتفضل ده التقرير. حطيت التقرير على مكتبه، فبصلي من فوق لتحت كده بابتسامة خفيفة وبص في التقرير وقال لي: تسلم إيدك يا دكتور مدحت، شغل محترم، كله بتوجيهاتك يا دكتور. تمام يا دكتور، تقدر تتفضل. تمام، أنا بس كان عندي سؤال بسيط يعني، لو ممكن حضرتك تجاوبني عليه. اتفضل. يعني أنا شايف إن في عمال جايين وهيعملوا تجهيزات في مبنى العيادات الخارجية، وبصراحة أنا شايف إنه حرام يتعمل فيه حاجة، هو مش محتاج دكتور عادل حط التقرير على مكتبه وقال لي: حرام؟ انت جاي هنا بقى تعدل علينا ولا ايه؟ مش انت اللي تتحكم وتقول حرام ولا حلال؟ ومن امتى اساسا شغلنا بندخل فيه دكاترة لسه صغيرة ما عندهاش خبرة ولا تعرف حاجة؟ انا اسف يا دكتور، بس اسفك مش مقبول، وما تتدخلش في حاجة انت مالكش دعوة بيها بعد كده. اتفضل يلا شوف اللي وراك. تحت امر سيادتك، عن اذنك. خدت بعضي وخرجت من المكتب وانا متضايق قوي من طريقته. ما هو ايه السبب اللي خليه يتكلم معايا كده؟ بس لا، المستشفى والراجل ده وراهم حكايه كبيره، حكايه كبيره قوي. ايوه انا شايف قدامي فساد اداري مش طبيعي، وهيبقى حرام عليا والله لو سكت. انا لازم اتصرف. خدت بعضي وطلعت للسكن بتاع الاطباء وانا جوايا اسئله كتير. وقت ما كنت واقف في البلكونة بتاعت السكن وباصص على العمال وهم شغالين في المبنى تحت، الخنقة كانت هتقتلني بصراحة، بس الرعب اللي أنا شفته في التشريح برضو ما كانش سهل عليا خالص. كنت تعبان، حاولت أنام وريح جسمي بس ما قدرتش. ولما ما قدرتش غيرت هدومي ولبست ترينج وقلت هنزل أتمشى شوية تحت. كانت الساعة تقريبا 9 بالليل، وفي الوقت ده الرجل في المستشفى كانت قليلة خالص، والعاملين اللي فيها بدأوا يمشوا. كل ده كنت شايفه من البلكونة قبل ما انزل. ولما جيت افتح باب الأوضة علشان انزل، اتفاجأت ان باب الأوضة مقفول من بره ومش راضي يفتح. حاولت كذا مرة بس ما قدرتش، فندهت على اللي بره: يا جدعان انا مقفول عليا من بره، حد يفتح لي باب الأوضة، اللي بيحصل ده عيب وما يصحش. لكن محدش رد عليا، وده لأني تقريبا كنت في الدور لوحدي وقتها، خاصة أن يومها كان الخميس وأغلب الدكاترة أجازة بكرة، يعني اللي سافر واللي رايح لأهله، وده معناه أني لو فضلت أنده لحد بكرة محدش هيسمعني. طلعت موبايلي واتصلت على دكتور عادل أكتر من مرة بس ما كانش بيرد، فضل يكنسل عليا بطريقة غريبة. وقتها عرفت أن أنا اتحبست خلاص ومش هعرف أخرج إمتى، وخلاص قلت هنام بقى وبكرة يحلها الحلال. بس أنا مش هسكت على اللي حصل ده، وديني ما هسكت. صحيت تاني يوم الصبح بدري على غير عادتي، خاصة أن شغلي بيبدأ من الظهر تقريبا لحد بالليل. وأول ما فقت رحت للباب وفتحته. أيوة الباب فتح معايا وما بقاش مقفول. كنت هتجنن، جوايا طاقة غضب مش طبيعية، وبسببها قلت اني لازم اتكلم مع دكتور عادل علشان اللي حصل ده ما يصحش. بس للاسف اضطريت اجل الكلام لانه ما بيجيش يوم الجمعه. المهم شويه واكلت، ولما جه ميعاد الشفت بتاعي لبست ونزلت. بس الغريب بقى ان يومها دكتور عادل كان موجود في مكتبه. خبطت عليه ودخلت حكيت له على اللي حصل معايا. فضل ساكت شويه وما كانش مصدق،
أو علشان أكون دقيق كان بيحاول يعمل نفسه إنه مش مصدق ومصدوم من اللي حصل. بعد ما خلصت كلامي رفع حاجبه وقال لي مستحيل مستحيل كل ده يكون حصل، أصل مين اللي هيقفل عليك يعني؟ والله ما عرفش بقى، بس ده اللي حصل وأنا مش مسطول. خلي بالك من كلماتك يا دكتور واخترع صح، أنت بتتكلم مع مديرك. أنا آسف يا دكتور بس اللي حصل ما كانش سهل وما يصحش. بعد ما قلت له كده مسك ورق قدامه وعمل نفسه مشغول وقال لي تلاقي حد من زمايلك الدكاترة كان بيهزر معاك. زمايلي الدكاترة؟ أنا ماليش صحاب ولا زمايل، وأغلب الدكاترة كانوا مشيوا. طيب اتفضل يا دكتور على شغلك يلا، وكفاية كلام، وياريت ما تدخلنيش في تفاصيل أنا ماليش دعوة بيها، مفهوم؟ طريقته ليا كانت تهديد واضح، فسكت ومحبتش أجادل وأرد علشان ما ألبسش في قصة مش بتاعتي. وبعد ما قال لي كده وأحرجني بالطريقة دي خرجت من مكتبه وأنا مكسور وجوايا كمية غضب كبيرة ناحيته. وبعد خروجي رحت للمشرحة واشتغلت وكتبت التقارير بتاعتي اللي كانت مطلوبة، وعلى الساعة 6 قلت هروح أتغدى في مطعم برا. ما أصلي لولا المبلغ اللي أبويا الله يرحمه كان سايبهولي وشاري بيه شهادة في البنك كان زماني بقيت بشحت دلوقتي، علشان مرتبي ده ما يأكلش تراب. غيرت هدومي وقبل ما أخرج من المستشفى لقيت في وشي نيرة الممرضة، كانت تقريبا في العشرينات ولسه شغالة هنا من قريب. سلمت عليها وبعدها سألتني هو أنت رايح فين؟ رايح أتغدى، تيجي معايا؟ ماشي استنى هغير واجيلك. تمام ماشي بس يا ريت بسرعة. استغربت بصراحة أنها تيجي معايا، خاصة أن علاقتنا ببعض مش قوية قوي، وهي شخصية محافظة على نفسها جدا، يعني مش بتختلط برجالة كتير. بس بعد كده قلت اهو يمكن عايزة تفضفض معايا بكلمتين، وبصراحة كنت مبسوط أني مش هتغدى لوحدي، وبعدين هي كمان جميلة ومحترمة، فمين عارف يمكن يبقى ليا معاها نصيب. ثم هي مش قليلة برضو، دي خريج كلية تمريض يعني شاطرة زيي وبنت ناس. فضلت مستنيها، ولما جات رحنا المطعم، كان بعيد شوية عن المستشفى علشان القرية دي ما كانش فيها مطاعم كتير. ولما وصلنا طلبنا الأكل وبدأنا ناكل، ولكن شوية ولقيت نيرة بتقول لي في حاجة مش طبيعية بتحصل في المستشفى يا دكتور مدحت. قلت لها حاجة مش طبيعية؟ حاجة ايه دي؟ مبنى العيادات الخارجية يا دكتور بيترمم وبيتجهز وهو مش محتاج. خدت بالي، بس أنا للأسف مش عارف ايه السبب. لما قلت لها كده بصت حواليها وقالت لي أنا ليا واحد قريبي شغال في وزارة الصحة، وقريبي ده عرفت منه حاجة غريبة قوي. حاجة ايه؟ مفيش قرار جالنا من الوزارة علشان نعمل التوضيبات دي في مبنى العيادات. ازاي يعني؟ يعني الدكتور عادل عمل ده من دماغه؟ غالبا كده. سكت شوية وفضلت افكر. وقتها نيرة كان باين عليها القلق، وفي نفس الوقت ما كانتش راضية عن اللي بيحصل. وبعد تفكير ما دامش كتير سألتها طيب وش معنى اخترتيني انا بالذات علشان تشاركيني افكارك دي؟ علشان انت محترم وابن ناس، ده غير ان اغلب الدكاترة عندنا والعمال كمان عايزين يخلصوا شغلهم ويتكلوا، لكن انت لأ. ويا ترى عرفت منين؟ اقول لك بصراحة؟ ايوه انا بحب الصراحة. سمعتك وانت بتتكلم مع الدكتور عادل عن انك مستغرب من التوضيبات اللي بتحصل، وعرفت كمان انك مش راضي عنها. ضحكت وانا بقولها قلتيلي هو انت من النوع ده؟ لا ما تفهمش غلط يا دكتور، انا كنت داخل اسلم ورقه وكنت مستنيه بره وصوتكم كان عالي فسمعت بالصدفه والله. خلاص خلاص شكلي ظلمتك. خلينا في الاهم دلوقتي يا دكتور، انت شايف ايه؟ هل دكتور عادل ليه يد في اللي بيحصل؟ والله يا نيرة اكيد طبعا اكيد له يد. طيب نثبت ده ازاي؟ الراجل ده لازم يدفع تمن عمايله. فكرت شوية وبعد كده قلت لها مش عارف، بس خلينا ورا الكذاب،
لما نشوف ايه اللي هيحصل. يعني يا دكتور؟ وقتها ملحقناش نكمل غدا ولا كلام، لاني لقيت دكتور عادل بيتصل بيا وبيطلبني بسرعة، بيقول ان في كذا جثة جم في حادثة وكان لازم نكتب التقارير بتاعتهم في اسرع وقت. فقمت بسرعة وحسبت ومشيت انا ونيرة. لما وصلت المستشفى الدنيا كانت مقلوبة على الآخر. حادثة انفجار أنبوبة غاز في نصبة شاي قريبة من المستشفى. النصبة كان واقف عندها صناعية كتير مستنين رزقهم. اتصاب حوالي 15 واحد واتنقلوا للعناية المركزة، وبعضهم دخل عمليات، وده غير ان للأسف في 5 ماتوا لأنهم كانوا قريبين من الانفجار. حادث مؤسف خلى قلبي يحزن على الناس دي لأنهم غلابة وعلى الله. وللأسف برضو يومها ما كانش فيه غيري أنا والدكتور دياب بس، ودخل دكتور عادل لبس هدوم التشريح وبلغنا أنه هيشرح معانا علشان النيابة طلبة التقارير بتاعت الحادثة في أسرع وقت، خاصة وأن الحادثة حصلة بقى لحوالي 24 ساعة والدنيا كانت مقلوبة. دخلت أوضة التشريح وحطيت قصادي جثة لطفل كده كان عنده 10 سنين، جسمه كله محروق وراسه متكسرة متهشمة تقريبا. وعلى مسافة قريبة مني كان الدكتور دياب، هو كمان كان واقف بدأ يشرح في جثة واحدة ست كبيرة في السن، وورانا كان واقف الدكتور عادل، وكان معاه على الترابيزة بتاعت التشريح بتاعته راجل كبير. بدأنا شغل والجو كان متوتر جدا على الآخر، ويعني إيدي نفسها كانت بتترعش من المشهد اللي شفته، ده غير إن مناخيري كانت شامة ريحة شوي، بس شوي لحم بشري، شيء مقزز جدا الحقيقة، خلى بطني اتقلبت. كنت لسه واكل ساعتها وكنت خلاص هموت. بعد شوية وقت دكتور عادل ودياب خلصوا أسرع مني لأنهم خبرة في المجال ده، وخرجوا من المشرحة. أما أنا ففضلت واقف لوحدي، ويومها الدنيا كانت بدأت تليل وفي هدوء غريب جدا سيطر على المشرحة، رغم أن المستشفى بره مقلوبة من أهالي المصابين والميتين. وبعد مرور دقايق كنت خلاص قربت أخلص، بس لأ، أنا مش حاسس براحة، في حاجة غريبة بتحصل، وكنت كل شوية بلاقي حاجة وقعت من ورايا على الأرض زي ورق أدوات تشريح، ولما بروح أرجعها ألاقيها وقعت تاني. كنتش فاهم السبب ولا عارف ده بيحصل ليه، بس الحمد لله خلصت شغلي على خير رغم أن أنا طولت، بس خلصت. شوية ولقيت قدامي دكتور عادل اللي لاحظ خوفي الشديد، وبسبب ملاحظته دي لقيته سألني: أنت كويس؟ آه الحمد لله كويس، التقرير اهو. سلمت التقارير ودخلت قعدت في مكتب الدكاترة شوية، وولعت سجارة وقفت في الشباك، ومع وقفتي شفت العمال اللي كانوا بيوضبوا في مبنى العيادات الخارجية، كانوا جايين زي كل يوم في نفس التوقيت بالليل وبدأوا يشتغلوا. عدت عليا ساعة كنت شربت فيها كذا كوباية قهوة وكنت بفكر في اللي بيحصل، وبعدها قمت دخلت الحمام وعديت على مكتب دكتور عادل، وبالصدفة سمعته هو بيتكلم بصوت عالي: القصة دي سخافت قوي ولازم تخلص في أقرب وقت، الموضوع بيكبر مننا والعينين بقت علينا، ممكن في أي لحظة نلبس قضية فساد ونقضي بيها اللي باقي من عمرنا في السجن، حاولي تتصرفي في أسرع وقت ممكن، ولو المغفل اللي قعدتي معاه بره ده مش هيسد نشوف غيره، فهماني؟ ماشي، يلا سلام. استنيته خلص وخبطت على مكتبه ودخلت. بعد دخوله بصلي باستغراب وسألني: ايه خير يا دكتور؟ بصراحة كده دكتور عادل المشرحة دي فيها حاجة مش طبيعية. حاجة ايه؟ المشرحة دي مسكونة. يعني ايه مسكونة؟ مش عارف. دكتور عادل راح ناحية مكنة القهوة وقال لي: سكرك يا دكتور. مظبوط، وبدأ يعمل لنا قهوة. قربت من كرسي كان محطوط قدام مكتبه وقعدت، وقتها لاحظت ان شاشة تليفونه كانت منورة، وقبل ما تطفي بحاجات بسيطة شفت عليها رقم نيرة. يا نهار ازرق، يعني اللي كان بيكلمها دلوقتي دي نيرة، الممرضة والإنسانة الوحيدة اللي قلبي بدأ يدق لها بعد أمي الله يرحمها؟ لا، وإيه المغفل اللي كان بيتكلم عليه ده؟ يبقى أنا؟ يا وقعة سودة،
بس ازاي؟ بعدين الراجل ده عايز مني ايه؟ لا 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 لا، انا هكلم دكتور رشدي السيد وهخرب الدنيا على دماغهم. اللي بيحصل ده ما يتسكتش عليه ابدا. دكتور مدحت رحت فين؟ طلعني من تفكيري وخلاني قلت له لا 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 ما رحتش مع حضرتك. جاب لي القهوة وطلع مفاتيح المشرحة وحطها على المكتب، وبعدها قعد وقال لي طيب يا دكتور قلت ايه في العرض ده؟ عرض ايه؟ تشكلك مش معايا خالص. هقولك تاني، بس قبل ما تتردد وتاخد قرار خليك متأكد كويس قوي ان مفيش حد هيقدر يساعدك او ينجدك، يعني يتوافق يتوافق برضو. هو حضرتك بتهددني؟ لا انا بوعيك للصح. هو حضرتك عايز ايه بالظبط؟ كل اللي عايزه منك انك تطلب اجازة طويلة شوية، يعني خد لك مثلا اسبوعين مرضي، ثلاثة يا سيدي، ولو على السبب فبحجة عملية، قول ان انت عامل عملية، شوف انت عايز ايه. والاهم ان انا مش عايز اشوفك هنا في المستشفى لحد ما توضيبات مبنى العيادات تخلص خالص. وانا ايه علاقتي بالتوضيبات اصلا؟ انا عايز المستشفى فاضية خالص. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ مالكش دعوة. طب ولو رفضت؟ عادي جدا، هرفدك من المستشفى وهشطب اسمك من نقابة الأطباء خالص. بس أنا مش لوحدي، أنا تبع دكتور رشدي. يا ابني كان غيرك أشطر. شوف في هنا كام دكتور واخدين أجازة علشان أنا طلبت منهم. إيه ما لاحظتش خالص إن المستشفى فاضية؟ لا وللصدف يا أخي، كلهم عارفين دكتور رشدي لأنه ساكن في القرية عندنا، بس للأسف هو مش هينجدهم مني. كلامه كان صريح ووقح، بس فعلا هو عنده حق. أنا دلوقتي أخاف أكلم دكتور رشدي للشيطان اللي قدامي ده يقتلني. فكرت كتير ومع تفكيري سكت، ما بقتش لاقي رد، واستمر سكوتي ده لحد ما هو قال لي فكر كويس ورد عليا بكرة الصبح، آخرك بكرة الصبح. قمت من مكاني وقبل ما أخرج لقيت دكتور عادل واقف عند الشباك واداني ظهره وقال لي هو مش باصص لي اللي اتكلمنا فيه دلوقتي ده سر، سر لو خرج راسك مش هتكفيني. استغليت وقفته دي وخدت المفاتيح بتاعت ابواب المشرحة وخبتها وانا بقول له انا خارج. انت انسان وقح. مهموش الشتيمة وبص لي وضحك. وقتها خرجت من مكتبه وانا جوايا حب انتقام مش طبيعي. فكرت كتير أكلم دكتور رشدي بس خفت. طلعت الأوضة بتاعتي وقفلت الباب من جوه وحطيت ورا الدولاب من الخوف، وقعدت وشربت علبة سجاير كاملة، ودي مش من عادتي، أنا آخري بشرب سيجارة واحدة أو سيجارتين في اليوم بالكتير. فكرت كتير وحطيت احتمالات أكتر، وفي النهاية ما لقيتش حل قدامي غير حاجة واحدة بس، حل ممكن يكلفني حياتي، بس أنا مش هسكت عن اللي بيحصل ده. وعلشان الحال ده يتنفذ هستنى لحد ما الساعة تيجي 5 الفجر وهتحرك. لما جه الوقت لبست ونزلت واستغليت ان كاميرات المراقبة بتاعت المكان مش كلها شغالة بسبب التجديدات، وبقيت بمشي من الطرق اللي ما فيهاش كاميرات. وصلت للمشرحة ودخلت من الباب بتاعها وقفلت عليا من جوه. بعدها مشيت لحد نصها تقريبا وكان في باب تالت جواها غير باب الطوارئ والرئيسي. فتحت الباب ده بالمفتاح اللي سرقته من مكتب الدكتور عادل ودخلت وقفلت ورايا. مشيت في ممر ضيق شوية وكان ناحية اليمين في أوض كتيرة المستشفى بتستخدمها وبتحط فيها الحاجات اللي هتتغسل. وفي نهاية الممر لقيت نفسي في أوضة واسعة جواها مغسلة كبيرة لهدوم ومفروشات المكان. المكان كان مقفول وفاضي، بصيت لفوق ما لقيتش أي كاميرات مراقبة. كملت ماشي لحد ما لقيت باب قدامي، مديت ايدي وحاولت افتحه بس لقيته مقفول. كنت عارف اني ممكن الاقي باب زيه. طلعت من جيبي مفاتيحي واستغليت ان اكرة الباب قديمة، يعني لو حطيت اي حاجة جواها هتقدر تحركها بسهولة وتفتحها. فتحت الباب ودخلت
ومع دخولي اطمنت ان مفيش حد ورايا. انا فين دلوقتي؟ انا دخلت مبنى العيادات الخارجية اللي بيتوضب، بس من طريق مختصر علشان محدش من اللي بره يشوفني. طريق عرفته من خلال قعدتي هنا في المستشفى. بصيت حواليا في المكان اللي كان ضلمة ونورت بكشاف موبايلي، ولما اتأكدت ان العمال مشيوا وبتوع الامن واقفين بره ومش داريانين بحاجة، مشيت في المكان وانا مش عارف انا بدور على ايه. انا طلعت للدور التاني ومشيت فيه، وفي اللحظة دي سمعت صوت رجلين ورايا. لفيت وبصيت، لقيت في وشي صدمة عمري. دكتور عادل مدير المستشفى باصص لي وماسك في ايده مسدس صغير. وقفت متسمر في مكاني وهو وجه المسدس في وشي وقال لي: شش، مش عايز اسمع صوتك، تعال معايا من سكات. مشيت وراه ورجعنا من الطريق المختصر اللي دخلت منه لحد ما وصلنا تاني لسكن الاطباء وطلعنا للاوضه بتاعتي. وطبعا هو كان مخبي المسدس في هدومه علشان ما حدش يشوفه ولا الكاميرات السليمه تصوره. ولما دخلنا اوضتي قعدت على كرسي وكنت مجهز في جيبي سكينة علشان أضربه بيها في أي وقت، لكنه ساعتها بصلي وقال لي: قبل ما تتسرع في أي حاجة اعرف إن أنا حليف ليك مش خصم ولا عدو. يعني إيه؟ يعني أنا اتفقت مع نيرة عليك علشان نعرف أنت تبع دكتور رشدي ولا ضميرك صاحي وملكش في الأفعال المشينة اللي بيعملها. ولما جيت لي مكتبي النهاردة هددتك وسبت لك المفاتيح دي علشان اتاكد انت مع الحق ولا ضده، وبعد ما عملت كده خوفتك علشان ما تكلمش دكتور رشدي وبالمره اعرف نواياك ايه. انا مش فاهم منك حاجه دكتور عادل، في ايه؟ دكتور رشدي واللي مسؤول كبير في الوزاره عرف بالصدفه من حد في المستشفى هنا ان الدور بتاع العيادات الخارجيه، تحديدا الدور الارضي اللي فيه الجراج وحاجات تانية، تحت ارضه في مقبره فرعونيه. وده اتعرف لما العمال وبتوع الأمن كانوا في فترات معينة من السنة بيشوفوا وبيحسوا حاجات غريبة، فقرر بعد اللي عرفوا أنه يزور ورق بموافقة من الوزارة علشان يوضب المبنى. وده ليه؟ علشان يقدر يطلع المقبرة دي بالليل ومحدش يحس بيه. وطلع أغلب الدكاترة أجازات مرضية وعلاجية أو أجازات سفر وجواز، والحقيقة أن محدش منهم قدر يقوله لأ. دول أغلبهم أصلا فرحوا بالأجازة، ما هم كده كده هيقبضوا من الليلة. لكن وفي نفس الوقت وعلشان الدنيا ما تقفش خلاك انت ودكتور دياب وانا في المشرحة، وكام دكتور عددهم قليل في العيادات الخارجية التانية والطوارئ. انا مش مصدقك، لان انا سمعتك بتقول نيرة انكم هتتحبسوا. ايوه انا هتحبس فعلا لو ما اثبتش للناس المصايب اللي بتحصل هنا، وده لاني هبقى بتسطر عليها وفي اي لحظة ممكن اتحبس وافضل بقية عمري في السجن. وليه ما بلغتش وانت عارف ان في مقبره وده دليل قوي وفضحت دكتور رشدي؟ وليه اصلا عايزني اساعدك وعملت ده كله؟ انا كنت هعمل كده فعلا قبل ما انت تيجي، بس مجيتك قلقتني، خاصه لما رشدي اتصل بيا ووصاني عليك. وقتها حسيت برهبه وخفت اكمل في حاجه، ما انا برضو عندي عيله ولو حصل لي اي حاجه مش هبقى مطمن عليهم. طب ما تاخذنيش، يعني البزخ اللي انت عايش فيه ده ايه؟ ما هو باين ان انت بتاخد فلوس شمال كده. انا عايز افهم ايه المشكلة؟ يعني انا راجل ظروفي المادية كويسة جدا بسبب عيلتي والحمد لله، ايه المشكلة لما اخلي مكتبي فيه كل وسائل الراحة؟ مش بدل ما اكلف الوزارة تمن نزهتي؟ دي حاجة عادية وما فيهاش اي مشكلة يا دكتور مدحت. فكرت شوية في الكلام اللي قاله وبصراحة صدقته، وبسبب تصديقي له وطيت صوتي وسألته: طيب أنا إيه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب إن أنا تسجل صوت وصورة اعتراف رشدي باللي بيعمله. وده هيحصل إزاي؟ هتروح له بيته وتقول له إنك عرفت كل حاجة وتهدده، وبعدها نبلغ عنه. طب وليه ما نبلغش والمقبرة موجودة وتزويره للورق موجود؟ مش كفاية يا مدحت، رشدي مش سهل خالص وممكن يطلع من القصة دي بكل سهولة ويلبسنا احنا. فكرت شوية وبعد كده قلت له: يعني مفيش حل تاني؟ لا انت لازم تساعدني يا مدحت،
الراجل ده فاسد والمستشفى والمشرحة نفسها زي ما تكون اتلعنت وبقى بيحصل فيها حاجات مرعبة، وبعدين انت بنفسك شفت اللي بيحصل في المشرحة واشتكيت منه. ايوه، وحضرتك هتقول لي خلاص يبقى اتفقنا، وبكده يبقى لازم تساعدني. فكرت شوية ولقيت كلامه مقنع، وبسبب اقتناعي ده وافقت. وبعد كلامنا قعدنا واتفقنا على الخطة. بعدها خرجت من مكتبه وطلعت اوضتي وفكرت في كل اللي حصل الايام اللي فاتت، وساعتها خدت قرار مهم قوي مع نفسي. انا حياتي كانت هتروح مني ببلاش، ولو مت محدش كان هيدفع الثمن، وعلشان كده اتصلت بدكتور رشدي وعرفته كل اللي حصل، وقلت له خطة الدكتور عادل واني نيرة معاه. طبعا هو انكر في البداية وما اعترفش طول المكالمة بالحقيقة، بس في نهاية المكالمة قال لي انه هينقلني للقاهرة علشان يبعدني عن القصص دي. قولوا عليا نادل جبان، بس انا مش هدخل نفسي في حرب العصابات دي. لكن في النهاية طلبت منه ما يأذيش دكتور عادل ونيرة، وإلا هبلغ عنه. تهديد ملوش لازمة صح، بس انا برضو مش قاذر قوي كده، كان لازم اقوله ما يعمل لهمش حاجة. وفعلا بعد يومين كنت خلاص بجهز نفسي علشان اسافر القاهرة، بس وقتها لقيت باب الأوضة بتاعتي بيخبط، ولما فتحت لقيت خميس بتاع الامن جاي يستلم الأوضة. اديته ظهري ولسه بسحب شنطتي، لقيته حط في رقبتي إبرة وفضاها، وقبل ما افقد الوعي قال لي دكتور عادل ونيرة ماتوا في حادثة عربية وانت هتحصلهم، دكتور رشدي بيمسي عليك يا ابن العبيطة. بعدها فقدت الوعي، ولما فقت لقيت نفسي جوه المدافن وحصل معايا اللي قلتلكم عليه ده. دي حكايتي اللي كان لازم احكيها، ودلوقتي انا خلاص وصلت للمشوار اللي كنت قلتلكم عليه في الاول. نزلت من العربية وكنت في قرية بني مر بالظبط قدام بيت من دورين بيملكه دكتور رشدي اللي قتل دكتور عادل ونيرة بدم بارد وما نفذش وعده معايا، وده خلاني احس بمدى قذارتي وضعفي. طلعت للعمارة بتاعته، خبطت على شقته، اول ما فتح لي اتخض مني. طبعا ما كانش متخيل اني هبقى لسه عايش، لكن انا هو عايش، وطلعت من جيبي مسدس صغير وهددته. خاف مني وجسمه بدا يترعش، لكن انا ما همنيش خوفه وسالته انت لوحدك؟ ما تبلمش انت لوحدك؟ هز راسه فدخلت للشقه وقفلت الباب ورايا. بعدها بصيت حواليا في البيت اللي كان متجهز على اعلى مستوى، بصيت ناحيه اوضه مكتبه ودخلناها طبعا تحت تهديد السلاح. وبعد ما دخلنا قفلت الباب ورايا وقلت له لو حسك عالي او ندهت على حد هخلص الخزنه بتاعت المسدس كلها فيك. انت عايش ازاي؟ ربك بقى، ربك لما يريد. بس المهم دلوقتي انت قتلتهم ليه وانا واخد منك عهد ومتفق معاك على اتفاق؟ ضحك بصوت عالي وقال لي بكل بجاحه وهو انت فارق معاك في ايه؟ هتعمل فيها شريف يعني؟ انا شريف غصب عنك. وقف وقرب مني فهددته بالمسدس ورجع لورا وهو بيقول لي انت لو شريف ما كنتش طلبت مني 2 مليون جنيه علشان تأمن بيهم نفسك وتسكت عن اللي بعمله. انا طلبتهم علشان حياتي معاكوا كانت رخيصة وملهاش تمن، وبعدين ما انت بتكسب كتير، المشكلة لما تدفع، فين الأزمة يعني؟ لا مفيش أزمة، وأنا كنت هحول لك المبلغ على حسابك وجهزت لك ورقة مضروبة إنك بعت حتة أرض وخدت الفلوس علشان محدش يسألك كتير. وبعت بتاع النظافة علشان يخلص عليا ويرميني في القبر وأموت مخنوق، مش كده؟ ما حصلش. شديت أجزاء المسدس اللي كان معايا، وفي اللحظة دي خاف وقال لي خلاص حقك عليا. حصل، بس احنا فيها، هحول لك الفلوس من ابلكيشن البنك بتاعي والورقه اهي. راح لمكتبه وطلع منه ورقه مضروبه بان انا كان عندي ارض وبعتها. خدت منه الورقه وانا بساله موافق على الديل، بس انا عايز اعرف انت ليه قتلت دكتور عادل ونيرة؟ قتلتهم علشان كانوا واقفين في زوري عاملين فيها شرفه،
ولما عرضت عليهم فلوس وعلاقات وكل حاجة رفضوا. كانوا عاملين فيها فريق العدالة. أنا مش فاهم إيه المشكلة لو كانوا سابوني طلعت المقبرة من المبنى وكل واحد خد نصيبه وخلصنا. فين المشكلة؟ ليه لازم نحبكها يعني؟ ودلوقتي طلعت المقبرة خلاص؟ طلعتها وسلمتها المستثمر أجنبي، وزمانها دلوقتي في أوروبا وخلاص خدت نصيبي. وعشان كده أنا مستعد أدفع لك فلوس تانية كمان، بس تركن المسدس ده على جنب وتسكت خالص عن اللي عرفته. مقابل حلو قوي يا دكتور رشدي، حلو قوي. أنا وافقت عليه في الأول لأني ضعفت قدام الفلوس وسلمت دكتور عادل ونيرها، سلمتهم لك أنت. بس للأسف دلوقتي أنا ندمت على ضعفي ده ولازم أصلحه. وقتها رشدي طلع من جيبه مسدس في حركة سريعة وقال لي: إيه بقى تصلحه بعيد عني بقى، اتكل على الله بدل ما أقتلك يالا. ضحكت وقلت له: مصمم يعني؟ أيوة، وهقتلك دلوقتي. شد أجزاء مسدس وضرب طلقة بس ما جاتش فيها، كان قاصد يخوفني. نطيت عليه بجسمي وبعزم ما فيا وقعته على الأرض ونزلت فيه ضرب بعنف لحد ما خليت وشه كله ينزف. وبعد ما خد العلقة المحترمة فضل يصرخ زي النسوان ويقول لي: سيبني سيبني والنبي، أنا مش عايز أموت. كملت ضرب فيه، بعدها رفعته على جسمي وشديته لحد ما نزلت لتحت. ركبت عربيتي وتحركت بيه على الاسم بتاع القرية، وهناك اديتهم التسجيل اللي أنا سجلته بالموبايل اللي كان في جيبي وسجلت بيه النقاش اللي دار ما بيننا. وبعد ما سلمتهم كل حاجة حكيت لهم على كل اللي حصل من الألف للياء، وبدأوا معايا ومعاه تحقيقات واسعة. تحقيقات أنا راضي بعدها بقضاء ربنا، علشان أنا غلطت وطمعت وكذبت على دكتور عادل ولازم استحمل غلطي. دم دكتور عادل في رقبتي وانا خلاص خلاص والله مش هكذب ولا هكون سبب في هدر دم حد. هو انت ممكن تكون سبب في موت اعز واقرب الناس ليك؟ مش هجاوبك دلوقتي، أنا كل اللي هقوله لك إن أنا من عند السؤال ده بتبتدي قصتي أو المغامرة اللي أنا عشتها. والبداية كانت عن طريق اقتراح بسيط اقترحته على أصحابي المقربين سمر وعمر وشهاب وأمير، وافتكروا الأسماء دي كويس علشان دول يبقوا أقرب الأشخاص لقلبي. ما أنا من ساعة موت أبويا وأمي وأنا ما بقاش ليه حد في حياتي غيرهم، غير صحابي، صحابي وبس. طيب إنما أنا مين بقى؟ أنا مي شاكر. أحكي لكم النهاردة مغامرتي المرعبة مع نداهة الصحراء في أراضي سيوة، تحديدا في قرية من القرى السياحية المتطرفة في الصحراء واللي بتعتمد على نظام بيئي لوحدها، يعني لا شبكة ولا إنترنت ولا حتى كهرباء، منك لربنا كده زي ما بيقولوا. حتى تهوية هناك اعتمادها الأول والأخير على التصميم المعماري للشاليهات اللي معمولة من الطوب اللبن. لكن قبل ما أدخل في أي تفاصيل لازم تعرفوا الموضوع جه إزاي أو البداية كانت منين. بعد موسم امتحانات طويل أخيرا خلصت 16 سنة تعليم، وقتها قررت أنا وأصحابي اللي عرفتكم بأسمائهم من شوية إننا نسافر نغير جو. ما مش معقولة حدث زي ده يمر مرور الكرام كده يعني، لا ينفع احتفال في كافيه من الكافيهات ولا حتى خروج على النيل. كل ده ما كانش هيكفيني، أنا اللي كان هيكفيني ويبسطني هي سفرية رايقة. مش بس كده، ده كمان لازم تكون في مكان مختلف، مكان جديد أول مرة نروحه. أي نعم المصايف هتبقى غالية شوية، بس زي ما قلت الاحتفال المرة دي لازم يكون مختلف. علشان كده اقترحت عليهم الاقتراح الملعون ده، الاقتراح اللي كان سبب في كل حاجة حصلت بعد كده، وهو إننا نروح سيوة. في البداية سمر رفضت لأن المكان هيبقى بعيد، بس أنا وبطريقتي قدرت أقنعها لأن خالتها ما كانتش مهتمة بيها. دي كان الود ودها إن سمر تموت وترتاح من مصاريفها، لدرجة إن سمر كانت بتيجي أوقات تبات عندي بالأيام بسبب خناقاتها المتكررة مع خالتها. واستمرت حياتها على الوضع ده لغاية ما اشتغلت وقدرت تصرف على نفسها وتسكن في شقة لوحدها. وبالنسبة لأهل سمر بقى فهم مسافرين كلهم بقالهم أكتر من 10 سنين،
ومن ساعة سفرهم محدش عرف عنهم أي حاجة، بالرغم إن هما كان المفترض يعني إن هما يرجعوا بعد سفرهم بسنة، بس ده ما حصلش. ولحد هنا نقطة عند سمر ونعديها علشان التفاصيل اللي قلتها دي مهمة شوية. أما بالنسبة لباقي الشباب فهم أصحابي من ابتدائي، ومع السنين دخلوا معايا نفس الجامعة مع اختلاف الكليات طبعا، بس كلنا كنا في جامعة القاهرة، ومن هنا بقى نكون كلنا موافقين على السفرية دي. وبالفعل ما استنناش الصبح حتى، كل واحد رجع بيته جاهز شنطته، وبعدها طلعنا على سيوة. لكن هنا اكتشفنا حاجة مهمة جدا، إننا كان لازم نحجز قبل ما نوصل، لأن الشاليهات اللي في القرى دي كلها كانت محجوزة، ما عدا قرية واحدة بس هي اللي ما كانتش محجوزة. ومش بس كده، ده كمان يعتبر محدش كان قاعد فيها. في البداية خوفنا من المكان وإننا هنبقى قاعدين لوحدنا كده، لكن لما فكرنا في الموضوع لقينا إنه هيبقى ممتع. تخيل كده المكان كله هيبقى بتاعك، حتى الرملة كلها هتبقى ملكنا، وهنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. بس الاكتشاف اللي اكتشفناه بعدين كان مريب أكتر، ومش هقول مرعب لأنه وارد، بس مريب الحقيقة. كل اللي كانوا شغالين في القرية هم ستات وبس، يعني مفيش أي راجل في القرية، مفيش غير عمر وشهاب وأمير صحابي. ده لدرجة إننا كنا فاكرين إنهم هيرفضوا أي شباب يدخلوا القرية، لكن لما واحدة من العمال والمسؤولين عن استقبال أي فوق جديد وقفت معانا واستقبلتنا، قالت لنا الآتي: مساء الخير، أنا شهندة المسؤولة عن استقبال أي فوق جديد، ومن الواضح أنكم شفتوا ستات بس في القرية وأنتوا في الطريق، وأنا من هنا بأكد المعلومة. إحنا عملنا مشروع صغير كستات مع بعض من غير مساعدة أي راجل، زي ما بيقولوا كده الستات ما بيعرفوش يعملوا حاجة لوحدهم، بس إحنا قدرنا نعمل مشروعنا البسيط ده. حاولت أقطعها وأسألها عن أنه عادي وجود شباب هنا ولا لأ، بس ساعتها لقيتها ابتسمت وقالت لي: أنا عارفة أنت هتقولي إيه، وآه عادي وجود شباب في القرية، بس بيبقوا في غرف لوحدهم، حتى لو زوجين، كل واحد فيهم يقعد في أوضة لوحده، وكده هيبقى ممتع أكتر على فكرة، يعني كل واحد هيفك عن نفسه شوية ويستمتع بخصوصيته. قلت لها: طيب متشكرة جدا، إحنا كده كده لو هنقعد هناخد أوضتين. لما قلت لها كده حسيت وقتها إن أنا سخيفة أوي، لكنها ردت بابتسامة هادية وقالت لي: تحت أمرك، ممكن تشوفوا تحبوا إيه بالظبط وإحنا تحت أمركم. قلت لها متشكرة جدا وخلص الكلام ما بيننا على كده. بعدها أخدنا جنبه وعمر اتحمس للموضوع وقال لنا: أنا شايف إننا نقعد هنا، المكان حلو وكبير، ده غير كمان إننا هنقعد لوحدنا ومفيش حد هيضايقنا، ولا أنتوا إيه رأيكوا؟ قطعته سمر: بقول لكم إيه، المكان ده مش حلو خالص، أنا شايفة إننا نمشي من هنا، وفي حد عاقل يقعد في قرية لوحده؟ لكن هنا جه رأي أمير اللي خلص الموضوع: بس خلاص، أنا شايف إنها فرصة، يعني قرية لوحدنا وبنفس سعر القرية المليانة ناس، أظن مفيش أجمل وأرخص من كده استرخاء. بقول لكم إيه، أنا شايف إننا نجو أون الخطوة دي رايقة جدا، وإحنا اتخرجنا وعايزين بارتي مختلفة، فقشطة يلا بينا. وأنا رأيي كان من رأي أمير بالظبط، أما شهاب فكان معانا في أي حاجة، بالنسبة له كده ولا كده الموضوع بيس، يعني مفيش مشكلة. وعلشان كده ومن هنا قلت للأستاذة شهندة إننا عايزين أوضتين، بالتحديد شاليهين، لأن كل شاليه هنا بيبقى من دور واحد، وده شيء جميل، واللي راح سيوة فاهم أنا أقصده كويس. وبالفعل استلمنا مفاتيح الشاليهات بتاعتنا، وبعدها كل واحد فينا راح أوضته علشان ينام أو يريح الكام ساعة دول قبل يوم جديد بقى نبتدي كده فيه من أوله ونعمل حفلتنا المختلفة. لكن اللي حصل في الليلة دي كان مريب جدا، وبدايته من موقف عمر اللي عرفناه بعدين. ليلتها وانا قاعدة مع سمر كنا سهرانين وبنتكلم شوية عن ذكرياتنا في 4 سنين الجامعة، وعن الدكاترة واللي كانوا بيعملوه فينا من تكاليف وامتحانات تخلي شعر الواحد يشيب. وسط ده كله سمعنا صوت حد بيمشي قدام الشاليه بتاعنا، مش مجرد ماشي كده والسلام، ده كان بيلف حوالين الشاليه بطريقة منتظمة ومرعبة في نفس الوقت. بس دي حاجة غريبة، الطبيعي ان محدش في القرية غيرنا، يعني الشخص اللي انا بتكلم عليه ده مش هيطلع برا الناس اللي شغالين هنا او برا اصحابنا اللي جايين معانا. ونيجي بقى لنقطة اصحابنا اللي جايين معانا،
واللي منها فهمت انهم عاملين مقلب فينا، وده لانهم عارفين اننا بنخاف من ضلنا. يعني مقلب زي ده ياكل عيش معاهم قوي. صريخ ضحك من الاخر. جمعت الخيوط دي كلها في دماغي علشان اهدي نفسي وما خافش. بعدها خدت نفس عميق وقلت لنفسي: اهدى يا بت يا مي، في ايه؟ جمدي قلبك كده وفاجئيهم. وفعلا فتحت باب الشاليه وانا باخد نفس عميق، بس ما لقيتش حد. كنت شايف عمر من بعيد وهو بيجري ورا حاجه، وتاكدت انهم كانوا بيعملوا فينا مقلب، ولما لقونا ما فتحناش قالوا كملوا سهرتهم بعيد. ومن بعدها الليله كانت طبيعيه جدا. ومش بس كده، ده كمان كانت مريحه بسبب المرتبه الفرو اللي انا كنت نايمه عليها، وبسبب الهدوء اللي كان في المكان. تاني يوم الصبح ابتدت المتعه لما سيبنا القريه وفضلنا نلف في سيوه، تحديدا في الاماكن المشهوره هناك زي كهف الملح وغيره. ومع قرب غروب الشمس اخدنا بعضنا ورجعنا القريه مره تانيه، لكن المره دي كانت بدايه المتاعب والرعب. بمجرد ما اختفى عمر من وسطينا، وده حصل بعد ما اخد بعضه وراح الحمام، لكن من نظرات الشباب اللي كانت معانا حسينا ان في حاجه غلط، او بمعنى اصح هم عارفين اللي بيحصل. وزي ما كنت متوقعه، كان في حاجه ورا اختفاء عمر. وعلشان كده سالت امير عن مكان عمر، بس مع سؤالي لقيته بيضحك وقال لي: هو بيقضي مصلحه وجاي، ما تخافيش عليه، عمر يسد عين الشمس، واضح انه لقى نصه التاني. بعدها شهاب ضحك وقال: بس يا رب يطلع اللي بيقوله صح، ما انت عارف ذوقه نيله. استغربت وسالتهم: لا، ما انا عايز افهم قصدكوا ايه، مش هنبقى قاعدين انا وسمر زي الاطرش في الزفه؟ ساعتها سمر قالت لي: لا يا حبيبتي، انت الطرشه الوحيده اللي في الزفه، انما انا فاهمه. تلاقي عمر عجبته واحده من اللي شغالين هنا، وانت عارفاه ما بيصدق. ضحك امير وقال لها: تفهميها وهي طايره يا بنت يا سمر، الله ينور، يهوديه من يومك، ولا يا مي؟ رديت عليه وقلت له: اه طبعا، سمر دي مفيش منها اتنين. وفضلنا نحفل ونهزر شويه لغايه ما الوقت اتاخر، وكل ده عمر مرجعش. وقتها كنت تعبت وعايز انام، وحتى سمر هي كمان ما كانتش قادره. وبسبب ارهاقنا وتعبنا قلنا لهم اننا هنقوم ننام، اما هم بقى فقالوا انهم يقعدوا شويه لغايه ما عمر يرجع، اصل هو اكيد مش هيتاخر عن كده. بصراحه انا سبتهم يتكلموا ويتناقشوا في اختفاء عمر وطلعت انام. وسمر هي كمان حصلتني وجت ورايا الشاليه. الليله دي كانت طبيعيه وما فيهاش اي حاجه حصلت، لكن بمجرد ما النور نور المكان وطلعت علشان اجري شويه على الرمله كرياضه يعني، لقيت شهاب وامير قاعدين مكانهم من امبارح. كل واحد فيهم كان نايم نوم عميق. قربت من شهاب وفضلت اصحي فيه، بس مصحيش، كان نايم زي القتيل. حتى امير ما قدرتش احركه من مكانه. وقتها ما كانش حل قدامي غير اني اخد شويه ميه وادلقهم عليهم، وفعلا النتيجه كانت مرضيه لانهم قاموا مخضوضين. خدت كام خطوه لورا تحسبا لاي حركه غدر ممكن تطلع منهم في اي لحظه، وكانت رده فعل شهاب اول ما فاق ان هو اتعصب جدا وقعد يقول لي: مش ده هزار، ده يا شيخه حرام عليكي، كنت هتموتينا بهزارك ده، الميه دخلت في بقي. اما امير فكان لسه بيستوعب الدنيا حواليه ومش فاهم ايه اللي بيحصل. بس انا سهلت الدنيا عليهم لما سالتهم: انا ما بهزرش، هو عمر فين؟ لقيت امير فاق مره واحده وفضل يبص حواليه، وبعدها خبط راسه بايده وقال لي: يا نهار ازرق، هو لسه مرجعش؟ ده احنا قاعدين هنا من امبارح ومستنينه يظهر، ده انا حتى راحت عليا نومه وهو مرجعش. بعدها قام هو وشهاب علشان يروحوا يشوفوه في الشاليه بتاعهم، يمكن يكون رجع بعد ما ناموا. ومع دخولهم رحت معاهم، وزي ما كنت متوقعه ما لقيناش حد. معنى كده ان عمر اختفى. طب اختفى فين؟ راح فين؟ دي الحاجة اللي شهاب وأمير لازم يكونوا عارفينها، لأنهم كانوا عارفين هو كان رايح فين ليلة امبارح. وبسبب معرفتهم قلت لهم وأنا متعصبة: أمير، شهاب، أنتوا عارفين هو راح فين صح؟ أمير قاعد على كرسي من الكراسي اللي قصادي وهو بيحط إيده على راسه: لا مش صح، إحنا محدش فينا عارف هو راح فين، أو إحنا عارفين هو مشي ليه، أو على الأقل لمين،
بس ما نعرفش الشخص نفسه. كلام أمير كان ملخبط ما يتفهمش، يعني إيه عارف هو راح فين ومع مين بس ما يعرفش الشخص ده مين؟ بصيت له وأنا متضايقة وقعدت قصاده وقلت له هو إيه اللي ما تعرفش الشخص ده؟ أمال كنتوا بتضحكوا على إيه امبارح؟ ومن هنا بدأ شهاب يحكي اللي حصل في الليلة الأولى لينا في المكان. في أول يوم بالليل كنا نايمين في سبع نومة، لغاية ما حسيت بحد بيدوس عليا، ولما فقت لقيت عمر ماشي ورا حاجة، بمعنى الأصح ورا صوت، والصوت ده كان بينده باسمه، واللي عرفني كل ده إنه كان بيسأل عن اللي بينده عليه وهو ماشي. الموضوع كان مريب جدا بالنسبة لي، وقتها افتكرت إنه واحدة منكم هي اللي بتكلمه، فما اهتمتش قوي وقلت أكمل نوم لأني كنت مطبق بقالي كذا يوم. ولما صحيت الصبح لقيت عمر نايم جنبي عادي جدا، وسألته عن اللي حصل امبارح لقيت عينه بدأت تلمع، مش تلمع لمعان حقيقي، أقصد لمعان الحب، لمعان الشوق يعني يا مي. ولما سألته مالك قال لي إنه شاف واحدة امبارح أحلى ما يمكن، وقال إن الستات اللي هنا مش كلهم كبار، ده في منهم بنات زي ما بيقول الكتاب يعني، وقال كمان إن البنت دي كانت بتنده عليه بالليل لغاية ما وصل عند الشاليه بتاعكو، والبنت دي فضلت تلف منه يمين وشمال، وطبعا هو كان زي الأهبل ماشي وراها، بس الغريب إنه كان بيقول إنه ما شافش أحلى منها. والطلب اللي طلبته منه كان أغرب وجاله على الطبطاب زي ما بنقول. البنت دي طلبت منه إنهم يتقابلوا بالليل في الشاليه بتاعها، وده علشان هي سمعت واحدة من اللي شغالين هنا بتنده عليها. وقتها هو صدقها ورجع الشاليه ليلتها ونام. وتاني يوم لما كنا قاعدين مع بعض وقبل ما يمشي قال لنا إنه شايفها بتنده عليه، وبعدين مشي وراها لغاية ما اختفى. خلص شهاب كلامه وأمير كمل كلامه وقال طالما البنت دي من هنا يبقى نسألهم، أصل كل اللي شفناهم كبار في السن، والبنت دي على كلامه صغيرة وحلوة يعني سهل نعرفها، ومعنى إنها في شاليه من الشاليهات دي يبقى محلولة. كلام أمير كان منطقي وموزون، وده اللي عملناه فعلا. رحنا للأستاذة شهندة وحكينا لها كل اللي حصل، بس نظراتها وقتها كانت ما تطمنش أبدا، وردها كان يرعب. احنا ما عندناش بنت بالمواصفات دي، احنا كلنا عيلة واحدة وتقريبا كلنا قريبين في السن، حتى ما فيش واحدة فينا متجوزة علشان نقول ان دي بنت واحدة مننا مثلا، بس كل اللي اقدر اساعدكم بيه اننا ندور معاكم على عمر، وباذن الله مع شروق الشمس هيبقى وسطينا. انا هبعت حد للشرطة دلوقتي علشان يدوروا معانا، وانتوا برضو دوروا معانا في المنطقة، يمكن يكون هنا ولا هنا محدش عارف، لكن ان شاء الله خير وهنلاقي. في الوقت ده سمر طلبت اننا نمشي ونهرب من المكان، وده على الرغم من ان مفيش حاجة تانية حصلت، بس سمر كانت قلقانة وانا متفقة مع قلقها، انما حتى لو مشينا هنقول ايه لأهل عمر؟ هنقول لهم ابنكم مشي ورا واحدة واختفى؟ كلام ما يدخلش العقل. بس اللي قررناه وقتها اننا نستنى لحد بكرة وربنا يحلها من عنده بقى، ونشوف لو كنا هنمشي ولا هيبقى في كلام تاني. وده فعلا اللي حصل. الليل قايل علينا، ومع غياب الشمس ولعنا نار وقعدنا حواليها، وقررنا نسهر لحد الصبح. لكن واحنا قاعدين ومطولين نسينا ان مش معانا مية تكفي للصبح. ساعتها شهاب اتطوع انه يروح المطبخ يجيب مية، واخد ازازتين المية اللي معانا وقام يملاهم. لكنه بعد ما قام اتأخر جدا لدرجة اننا قلقنا عليه وقلنا ممكن يكون اتخطف هو كمان. وبعد حوالي ساعتين لقينا الشاب جاي من غير ازازتين الميه، وكان واضح عليه انه دايخ، وده بان اكتر لما قعد جنبنا وهو ماسك راسه وبيهبد نفسه على الارض. مالك يا شاب؟ انت كويس؟ اتاخرت ليه كده؟ دي كانت اسئله بديهيه في موقف زي ده، واظن اي حد غيري كان هيسال الاسئله دي، لكن شهاب ما ردش على اسئلتي وبدا يحكي اللي حصل بالتفصيل من أول ما قام لحد ما بدأ يسمع صوت صفارة جاي من بعيد. في البداية كان فاكر إن الصوت ده يشبه صوت زن الدبان، لكنه لما ركز لقى صوت منتظم، وكان عبارة عن دندنة لأغنية أنت عمري لأم كلثوم، وكانت بتغنيها واحدة ست
واللي ما تعرفوش عن شهاب ان هو من محبين الست جدا، لدرجة انه بدأ يدندن مع الاغنية. ومع استمتاع شهاب مع الست ام كلثوم، ساب ازاز المية على الارض ومشي ورا الصوت. الصوت اللي اتغير من دندنة لصوت غنى واحدة صوتها حلو جدا. ولما قدر شهاب يوصل لمصدر الصوت ده، لقى بنت اقل ما يقال عنها انها جميلة، جميلة جدا. شعرها اسود ناعم وعينيها سودة واسعة، ده غير مفاتنها بقى. شهاب شرح بالتفصيل لانه كان زي الموهوم، لكني اكتفيت بدول لانهم كانوا كافيين جدا اننا نعرف ان البنت دي تبقى هي اللي ظهرت لعمر امبارح. وده السؤال اللي سأله لها شهاب لما شافها، هو انت اللي كنتي مع عمر امبارح؟ في اللحظة دي شهاب حس بمشاعره بتتحرك، كان حاسس ان هو مبسوط على الرغم من ان الموقف عادي وطبيعي. لكنها بدأت تتكلم وتقوله وهي مبتسمة وجسمها بيفوح منه ريحة حلوة جدا وغريبة، أنا من ساعة ما شفتك امبارح وأنا عايز أكلمك. في اللحظة دي شاب حس بأن جسمه كله بقى ملكها، مشاعره كلها بقت متجهة ناحية البنت دي وبس. لكن في نفس الوقت حاول يتمالك نفسه وقال لها، هو عمر فين؟ بعد سؤال شهاب ردت عليه بصوت رقيق وقالت له، تعال معايا، تعال وانا هوريك مكان عمر. في اللحظة دي بدأ شهاب يحس بالرعب، خصوصا لما لاحظ انه مشي كتير في قلب الصحراء من غير ما يحس وكأنه متخدر. حاول يهرب لكن جسمه اتجمد، اما البنت او الشيطانة اللي واقفة قصاده دي فبرقت له وقالت، معقول عايز تهرب مني؟ أنا عندي اللي مش عند أي حد تاني، دول الرجالة كانوا دايما بيجروا ورايا بس أنا كنت برفضهم، والمرة دي أنا اللي اخترتك، حبيتك، وأنت بكل سهولة كده بترفضني؟ رد عليها شهاب بتلقائية، ما أقدرش أبعد عنك، أنا بحبك. قربت منه وهي مبتسمة، بس شهاب قاوم الإحساس الغريب اللي بيشده ليها ده وقدر يهرب منها. لكنها وقت هربه قالت له كلمة غريبة وهو بيجري، قالت له هي بتضحك ضحكة عالية، هتروح مني فين؟ أنا محدش بيقدر يهرب مني. بس شهاب قدر يهرب فعلا ووصل لعندنا، وبمجرد ما وصل حكى كل اللي سمعتوه دلوقتي، وطلب مننا نهرب لأنها في عقله بتنده عليه بصوت يجذب أي إنسان. بعدها وقع على الأرض وفضل يصرخ بصوت عالي، وكان بيطلب مننا أننا نلحقه. كلنا كنا خايفين من اللي حصل له، من غير تفكير قررنا نهرب. العربية بتاعت أمير كانت مركونة على بعد كيلو من مكاننا، يعني لو جرينا مش هناخد 10 دقايق وهنوصل. وده اللي حصل، من غير حتى ما نلم هدومنا من المكان هربنا. لكن وإحنا في نص الطريق تقريبا وعلى بعد نص كيلو بس من القرية، لقينا شهاب وقع على الأرض وهو بيتشنج ومسك دماغه وفضل يصرخ، سيبيني في حالي، سيبي دماغي، انت عايزة مني ايه؟ قربت منه وانا مرعوبة من شكله، مالك يا شهاب؟ مين اللي بتكلمك وعاوزة منك ايه؟ احنا مش سامعين حد. عين شهاب بيضت خالص وكان بيطلع لعاب من بقه، وبقوة غريبة جدا زق ايدي وهو بيقول بنبرة صوت اتخن كتير من صوته، ابعدي عني، ابعدي عني. وقتها أمير شدني وشهاب كان لف راسه 180 درجة ورجع جري على القرية. كنت حاسة وقتها أن أنا مش سامعة أي حاجة، بلعت ريقي بصعوبة وأنا مرعوبة من اللي شايفاه قدامي. ومع ده كله وقعت على الأرض، معرفش فات قد إيه، كل اللي أنا عارفاه أني فوقت على صوت حد جاي من بعيد وبينده باسمي، فوق يا مي، يا مي فوقي بقى. بعدها حد قومني من على الأرض، بصيت جنبي لقيت سمر هي اللي كانت بتقومني، وبعدها طلبت مني نهرب. لكن أنا أول ما سمعت كلمة نهرب اتعصبت بتلقائية وقلت لها، هنلحقه، هنرجع وهنلحقه. ردت علي وهي مرعوبة، نلحقه إيه يا مي؟ شهاب مش في وعيه، الكائن ولا الشيء ده مسيطر عليه، احنا لازم نهرب، انا قلتلكم من بدري ومحدش سمع كلامي.
في اللحظة دي أمير اللي كان جنبنا خرج عن صمته أخيرا. لا، احنا زي ما خليناه يقعد هنا على الرغم من انه كان عايز يمشي زيك يا سمر، يبقى لازم نطلع من هنا احنا وهو. انا هرجع له، مين هيجي معايا؟ رديت عليه وانا واثقه من اجابتي، انا كمان هرجع له. بصيت لسمر وانا مستنيه اجابتها، وساعتها بصت في الارض وقالت لي، انا كده كده ما عنديش حد يسال عليا، انا معاكم. وبالفعل رجعنا القرية مرة تانية وفضلنا ننده على شاب، مرة اتنين عشرة، بس محدش كان بيرد. وفضلنا نادي لحد ما ظهرت أستاذة شهندة ومعاها مجموعة من الستات اللي شغالين في القرية. كانوا واقفين حوالينا وعاملين نص دايرة، ومع تجمعهم الغريب ده قالت لنا، رايحين على فين؟ خدت خطوة لقدام وبصت لها من فوق لتحت، بندور على شاب، وبعد إذنكوا امشوا من قدامنا قبل ما يختفي هو كمان. لما قلت كده لقيتهم اتفرقوا المجموعتين حوالينا. شهندة كانت الكبيرة بتاعتهم، وعشان كده هي اللي اتكلمت وقالت لي، يختفي؟ احنا ما عندناش حد بيختفي، انا شايف انكوا تمشوا وده افضل لسمعة المكان. ضحك امير على كلامها وقال لها، سمعة؟ هي فين السمعة دي؟ دي سيوة كلها كانت محجوزة وانتوا القرية الوحيدة اللي فاضية، انتي مصدقة نفسك؟ ردت على كلامه بكل برود، وكانها مش هممها القرية تبقى مليانة ولا لأ. السمعة ملهاش علاقة بالعدد، واحنا علشان اكرام الضيف هندور معاكو، وطالما صاحبكم ما بعتش يبقى هنلاقيه. ردت عليها بغضب، واحنا مش عايزين مساعدة، احنا هنلاقي صاحبنا لوحدنا. وقتها سمر خبطتني في جنبي وقالت لي، بس هم عارفين المكان أحسن مننا وكده هندور أسرع، أنا من رأيي يساعدونا لغاية ما نلاقي شهاب ونمشي. ردت شهندة وقالت لي، كلام صاحبتك موزون وعاقل في موقف زي ده، بس لو مش محتاجين مساعدة القرية تحت أمركو، تقدروا تدوروا براحتكو محدش هيضايقكو. ردت عليها، خلاص تمام، أنت هتيجي معانا وباقي العمال يتقسموا مجموعتين زي ما هم متقسمين كده، وكل مجموعة تدور في حتة. وبدأنا ندور على شهاب، لحد ما لاحظنا وإحنا ماشيين خيال حد يشبه شهاب داخل شاليه من الشاليهات. صرخت فيهم بصوت عالي وقلت لهم إني شفته وشاورت على الشاليه. كلنا جرينا عليه، وأول ما طلعنا على السلالم شفناه فعلا، لكنه نط من الشباك. وقبل ما نطلع نجري وراه لقيت أمير واقع على الأرض وبيتشنج. طلبت من شهندة وسمر يجروا ورا شهاب وأنا هشوف أمير ماله. وعلى الرغم من كلامي إلا إني كنت خايفة، أمير أول مرة يحصل له كده، وده خلاني أخاف أكتر من اللي بيحصل حوالينا. فعلا زي ما كنت متوقعة، اللي بيحصل في أمير ده مش صدفة. وبمجرد ما جسمه بطل يتشنج قام وعينه بقت بيضة تماما، ده غير إن بقه كان بيطلع رغوة بيضة وهو باصص على زوايا الأوضة اللي احنا فيها. كان مبتسم ابتسامة مرعبة، حرك وشه كأنه بيتفاعل مع حاجة أنا مش شايفاها. ومن غير أي مقدمات لقيته بيتكلم وبيقول، أنتي إنسانة جميلة قوي. بعدها وشه اتغير وهو بيقول، يعني إيه مش إنسانة؟ وملامحه رجعت طبيعية واتكلم مرة تانية كأن في حوار داير بينه وبين واحدة واقفة في زاوية الأوضة. سلمى، اسم جميل بس مش في جمالك. في اللحظة دي قربت من أمير وفضلت أخبط على كتفه علشان أفوقه، بس من الواضح أنه كان في عالم تاني ومش حاسس بوجودي أصلا. اتعصبت وفضلت أصرخ فيه علشان يسمعني، أمير، أمير فوق يا أمير، اوعى تستسلم لها. زقيني بعنف فوقعت على الأرض ودماغي اتخبطت في حاجة وجسمي كله اتكهرب. أما أمير فكان طلع على السرير، واحدة واحدة بدأ يقرب من حد على السرير. المرعب إني كنت شايفة حاجة فعلا على السرير بس مش ظاهرة، مش عارفة أشرحها إزاي، بس كان في حد على السرير فعلا. واللي أكد لي كده إن الملاية وقعت من غير ما أمير يلمسها، كأن حد هو اللي وقعها. وقتها سمعت صوت واحدة بتتكلم في ودني وبتقولي، أنا مش عايزة أذيكي، أنتي مالكيش ذنب في أي حاجة، لكن هما السبب.
وعلشان كده هديكي فرصة تهربي، وما تحاوليش، أنا كده كده هاخده. سمعت صوت حاجة بدأت تزن في ودني، حطيت إيدي على وداني وصرخت فيها بالرغم إن أنا مش شايفاها. سيبينا في حالنا، أرجوكي سيبينا في حالنا. ضحكت وهي بتقول، بس أنا مش عايزاه، هو اللي عايزني. في اللحظة دي أمير لف وشه ناحيتي وكان شكله بشع، عينيه بيضة تماما وابتسامته عريضة بشكل مبالغ فيه. كان بيمشي على ايديه ورجليه زي الحيوانات وبدأ يقرب مني. رجعت كام خطوة لورا برعب وحاولت أهرب لكن مفيش مفر. أمير كان خلاص هجم عليا زي كلب مسعور، حاول يعتدي عليا لكني بعدته عني وفضلت أصرخ بصوت عالي. وفي لحظة رجع على السرير تاني وفجأة خرج من الأوضة خالص، ومع خروجه سمعت نفس الصوت في ودني، مش قلتلك هما السبب دايما؟ دول كلاب مسعورة ولازم نخلص منهم، وأنا عند وعدي مش هأذيكي، بس خلي بالك هما اللي هيأذوكي. الصوت اختفى وبعدها باب الأوضة فتح، وبمجرد ما اتفتح شهندة دخلت ووراها مجموعة من الستات، وسمر كانت معاهم، كانت معاهم بس مربوطة. ما تكلموش، كل اللي عملوه انهم رموها جنبي. ومع كل ده اول حاجة سألتها، انتوا مين وبتعملوا كده ليه؟ شهندة كانت محضرة الإجابة او كانت متوقعة السؤال ده مني، بس قبل ما تجاوب خيارتني بين حاجتين، تحبي تعرفي الحقيقة ورا اللي بيحصل ده وبعدها تموتي، ولا تموتي وانتي ما تعرفيش حاجة؟ كررت سؤالي مرة تانية، فهميني انتوا مين؟ فضلت تبص حواليها يمين وشمال وبعدين قالت لي، تفتكر احنا مين؟ اكيد قتالين قتلة. قربت مني وشدتني من شعري، وشها تحول من وش بريء لوش غاضب ساخط على البشر ومش عاجبه حاله، وده اللي بان اكتر لما زقتني وقالت لي، احنا عمرنا ما عملنا الغلط غير لما اتحطينا في ظروف تخلينا نعمله، قتلنا بدافع حمايتنا من فضيحة، ودارينا على جريمة عاشت سنين علشان بس نقدر نعيش. قمت مرة تانية وانا بعد الهدومي وعيني كانت في عينيها وانا بقول لها، جريمة ايه؟ من الواضح انها كانت مستنية السؤال ده بالذات، واللي كانت مرتباله اجابة من بدري حتى من قبل وصولنا، يمكن من قبل ما تعرف اصلا اننا جايين، وده لانها قالته لناس كتير غيرنا دخلوا القرية دي وما طلعوش منها، وده اللي ما كناش فاهمينه احنا من ساعة ما جينا هنا. ومع اجابتها على السؤال بدأت تحكي، من اكتر من 20 سنة كان في بنت هنا اسمها سلمى، بنت جميلة في العشرينات زيها زي مجموعة البنات اللي شغالين في القرية دي، اللي هم احنا بمعنى أصح. كلنا كنا مقطوعين من شجرة، حتى الرجالة اللي كانوا شغالين هنا واللي بالمناسبة هتعرفي راحوا فين بعدين، المجموعة بتاعتنا كلها يعتبر اتجمعت من الشارع علشان نتفرغ كلنا للشغل هنا على ايد الأستاذ عماد صاحب القرية، واللي يشكر في الحقيقة لأنه لمنا من الشوارع علشان نشتغل هنا. وبعد ما لمنا بدأ يعلمنا كل حاجة عن السياحة، وواحدة واحدة اتعلمنا، وفي مننا اللي اتعلمت القراية والكتابة وأنا منهم، ومع الوقت اترقيت وبقيت مسؤولة عن استقبال أي فوج جديد يوصل القرية. وبعد ما كلنا اتعلمنا وكل واحدة اتثبتت في مكانها، أستاذ عماد استغنى عن التيم اللي كان بيدربنا وبقينا إحنا اللي ماسكين القرية، أو بمعنى أصح هو انتشلنا من الفقر والجهل. والحقيقة أن المرتبات ما كانتش قليلة، بالعكس كانت بتكفينا، وإحنا ما كناش بنعمل بالفلوس حاجة، إحنا لا لينا أهل علشان نبعت لهم فلوس، ولا إحنا في مكان يستدعي نجيب حاجات كتير، إحنا في صحراء زي ما أنتوا شايفين. لكن الميزة الوحيدة اللي ميزت سلمى عننا كلنا كان جمالها الملفت وطريقتها المدلعة وهي بتشتغل، لدرجة إن في نزلة كانوا بيجوا هنا بدل المرة 2 و10 علشان سلمى. وزي أي فيلم عربي، سلمى عجبت الأستاذ عماد صاحب القرية
وبصراحة مش هنقول إنها اتدلعت عليه علشان تغريه والكلام القديم ده، هي كده كده كانت مالية عينيه من الأول، يعني هو كان حاطط عينه عليها من أول يوم شغل، وأنا كنت أول واحدة قلت لها إنه حاطط عينه عليها. وفي يوم قرر يعينها مديرة علينا، وبس من هنا بدأت سلمى تتغير علينا وبدأت فعلا تتدلع على أستاذ عماد. لكن بعد فترة لقينا أستاذ عماد طالع وبيبلغنا إن في حفلة هتتعمل قريب في القرية، وتعدي الأيام لغاية ما ميعاد الحفلة تحدد، وتعلقت يافطة كبيرة بتفاصيل الحفلة. وهنا تيجي المفاجأة، الكل كان متفاجئ ما عدا أنا لأني كنت متوقعاها، وهي جواز أستاذ عماد من سلمى. وقتها قررت أواجه سلمى لأول مرة باللي هي عملته، خصوصا أنها كانت بتحب خالد وده شاب كان شغال معانا. ولما سألتها ليه عملت كده ردت بكل برود وقالت أن خالد مش هيقدر يعيشها العيشة اللي هي عايزاها. ساعتها تأكدت أنها فعلا اتغيرت وبقت واحدة تانية عن اللي جات معانا القرية أول يوم. وحصل، جه ميعاد الحفلة وسلمى اتجوزت، وأنا بقيت مديرة المكان مكانها. أما هي فبشرت الشغل في القرية بدل أستاذ عماد اللي تعب فجأة وفضل في السرير قاعيد لفترة طويلة. في الحقيقة هي كانت مثال للزوجة الصالحة، ما سابتوش لحظة واحدة. بس بعد مدة قصيرة مات أستاذ عماد، وأول حد شكينا فيه كانت سلمى. ولما عائلة أستاذ عماد جت علشان تشوف الجثة طلبوا تشريحها، ولما عرفوا اللي مكتوب في الوصية وإنه كتب كل حاجة باسم سلمى أصروا أكتر على موقفهم من التشريح. لكن النتيجة كانت موتة طبيعية جدا، وبعدها سيطرت سلمى على كل حاجة، بس شك فيها كان بيزيد يوم عن يوم. أيوة أنا كنت شك فيها أنها السبب في قتل الأستاذ عماد، لأني كنت حاسة أن الموتة اللي ماتها مش طبيعية. وبعد فترة مش كبيرة اتفاجئنا أن سلمى هي كمان ماتت، والمرة دي أنا اللي طلبت أننا نشرح الجثة. لكن برضو الموتة كانت طبيعية، بس الصدمة بقى كانت أن سلمى قبل ما تموت هي كمان كانت كاتبة القرية دي باسمي عن طريق وصية سابتها مع المحامي بعد ما حست بالخطر. وبعد أيام من موت سلمى خالد اختفى من القرية، ويوم عن يوم الرجالة كانت بتختفي من القرية بطريقة غريبة لدرجة أننا بلغنا الشرطة والناس بقت بتمشي من المكان. لكن بعدها حصلت نقطة التحول، سلمى ظهرت لي وحكت لي على كل حاجة، وعرفت منها أن خالد كان لسه بيحبها وطلب منها الجواز، ولما رفضت غضب منها وقال لها أنه قتل أستاذ عماد علشان تفضل جنبه، ولما صرحها بالحقيقة هددته أنها هتبلغ عنه، بس هو كمان هددها بأنه هيشيلها الجريمة كلها وأهل أستاذ عماد ما هيصدقوا أنها تلبس الجريمة. لكن بعد يومين قتلها بنفس الطريقة عن طريق سم ما بيظهرش في التشريح ولا له أعراض، لكن روح سلمى كانت روح غضبانة عايزة تاخد حقها وحق جوزها بأي طريقة حتى لو ما حبتهوش. وعلشان كده كانت بتقتل كل الشباب اللي بيدخلوا القرية، بتنده عليهم وبتسحبهم للصحراء وهناك بتخلص عليهم زي النداهة بالظبط. ولو فاكرين انها كانت طيبة معانا فلأ، دي هددتنا بانها تموتنا لو رفضنا طلبها ولو فكرنا نمشي، وكمان طلبت مننا اننا نفضل في القرية ونجيب لها الشباب علشان تقتلهم. اما هي فبعد وصولهم للقرية فبتخلص عليهم، احنا بس كل اللي علينا اننا نقنعهم بالإقامة، وبعد كده روح سلمى بتسحبهم وبتعمل اللي بتعمله. بعد ما خلصت شهندة كلامها قلت لها، وطبعا البنات اللي بتبقى مع الشباب ما بتقتلهمش، بس علشان انتوا ما تروحوش في داهية بتتخلصوا من الجثث، وكده كده محدش يعرف اننا جينا هنا، مش صح؟ مش بالظبط كده يا مي، في ناس بييجوا يسألوا على ولادهم هنا بس احنا بننكر، اصل احنا بنعرف نتخلص من الجثث كويس كويس قوي. بعدها سكتت لثواني قبل ما تكمل كلامها وتقول، ولو فاكرة اننا بنقتل غصب عننا فانا هصدمك، احنا بقينا مستنيين الفريسة الجديدة في كل مرة
يمكن أكتر من سلمى نفسها. وقتها اتكلمت سمر وهي بتترعش، أرجوكي سيبينا نمشي، سيبونا وإحنا مش هنبلغ عنكم ولا هنقول إننا جينا هنا أصلا. وإحنا بقى المفروض نصدق مش كده؟ رديت عليها وأنا بقعد في مكاني. مش مهم تصدقي، المهم دلوقتي إننا ملناش ذنب في كل ده. إحنا وقتها قطع كلامي صوت سريني في الشرطة. الشرطة اللي جات وحاوطت المكان بسرعة جدا وقبضوا على شهندة وكل اللي شغالين في المكان. طيب مين اللي بلغ؟ شهاب. شهاب هو الوحيد اللي قدر يهرب من المكان، وبعد هروبه خد العربية وبلغ البوليس عن كل اللي تعرضنا له. وفي النهاية شهندة وكل اللي معاها خدوا اللي يستحقوه وتسجنوا. أما الجثث فالشرطة قدرت تطلعها وتسلمها لأهالي الشباب، وكانوا عدد كبير جدا من الجثث. طب وانا؟ أو بمعنى أصح إحنا؟ شهاب بعدها اتعرض لصدمة نفسية بسبب روح سلمى اللي فضلت تظهر له، ده بحسب كلامه. أما سمر فقررت إنها تسافر تشتغل برا، وأنا فلسة زي ما أنا اشتغلت وما زلت عايشة لوحدي. لكن قبل ما أختم حابة أقول لكم حاجة، روح سلمى أو نداهة الصحراء ملهاش ظهور ولا سيطرة برا القرية، وأكبر دليل على كده إن شهندة وكل اللي كانوا معاها موجودين في السجن دلوقتي وما ماتوش، حتى لو اتعدموا. فكون ان روح سلمى هتموتهم لو هربوا دي كدبة، بالظبط زي الانتقام العشوائي اللي كان بيتم، ده برضو كدبة. بس عارفين ايه اللي مش كدبة؟ القرية في شركة أجنبية اشترتها وقررت تعيد فتحها من جديد. تفتكروا لو القرية اتفتحت أطوع فضولي واروح هناك؟ ولا